بونسوار سبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه منيحه. مثل ما دائما بقول لكم، اليوم عنا ثلاث ماسكات جديد سهلين وبسيطين وبيعطوا نتائج رائعه على البشره. لكل سيده ما بتحب تتكلف وتشتغل كثير ويكون في مثلا كثير عندها شغل، اذا بنساوي منتج، رجعت لكم بثلاث ماسكات اهين من هيك بعد ما صار. يعني بعد شوي ححط لكم مكون واحد وقلكم حطوه على بشرتكم. اليوم عندي ثلاث ماسكات. نحن مش يومين ثلاثة تقريبا عملنا ماسك النيلة وماسك القهوة وماسك الكركم. هيدول ثلاث ماسكات كتير قوية وكتير مفيدين. اليوم عنا أقوى منهم بعد، وأقوى منهم للبشرة قصدي، وخاصة اللي بتعاني من التجاعيد. اليوم عندي ماسك الزعفران ولبان الذكر وماسك الرمان. هيدول نتائجهم بتاخد العقل على البشرة. هلأ أكيد بقلكم عن فوائدهم بآخر الفيديو لما نخلص، ويلا خلينا نبلش. هلأ أنا من تقريبا من شي نص ساعة عملت ماسك لبان الذكر اللي هلأ بدنا نساوي سوا، حطيته على بشرتي 20 دقيقة ل 25 دقيقة، وبعدين غسلت وجهي بالمي الفاترة وبعدين بالمي الباردة. ما بخبركم قدي جمال لبان الذكر، هن الثلاثة عندهم فوائد رائعة صراحة الثلاثة، وكل واحد بيعالج مشاكل غير عن الثانية بالبشرة. بس أنا دايما بحب لبان الذكر لأنه بشد الوجه وبيخفف من الخطوط الدقيقة اللي حوالين العين. يعني شو بدنا أحلى من هيك؟ نحن هلأ بالأربعينات، بعرف أنه بعضنا صبايا ومحافظين على حالنا، بس إذا نقدر نحافظ على حالنا أكثر لنضلنا شباب أكثر من دون اللجوء إلى عمليات التجميل والبوتوكس، وبتعرفوا هالقصص كلياتها اللي أنا ما بحبزها أبداً. بحب دايماً الشغلات الطبيعية اللي نعملها بالبيت. فكان رائع صراحة. وبدي أخبركم شغلة عن لبان الذكر، إنه حتى هيدي الحبة اللي بتطلع من الدورة الشهرية، بتعرفوها المزعجة هيدي قبل بجمعة بتطلع كتير سئيلة، كمان بروحها ماسك لبان الذكر. يعني شيء كتير حلو. يلا خلينا نبلش هلا، ما رح طول عليكم، بتعرفوني بحكي كثير. بس عن جد كل كلمه بقولها لازم تسمعوها لانه بكون فيها فايده لكم، لانكم مبتدئات بهيدا الشيء، وانا مجربه كل هالاشياء اكيد ومجربتها على البشره وهيك، فبتلاقوني عم بحكي كثير. يلا خلينا هلا نبلش. هلا اول ماسك بدنا نسوي، بدنا نسوي ماسك لبان الذكر. لبان الذكر بيكون هيك، تشتروه من عند العطار. هيدا لونه، انتبهوا ما يعطيكم ميستيكا بداله. هيدا لبان الذكر غير الميستيكا، اوكي؟ انا شو عملت؟ اخذت من هيدولي ملعقة صغيرة، اوكي؟ هلا هيدي نقلتها، انا كنت حاطتهم بكباية تانية، بتعرفوا للمنظر انتو هيك. بتاخدوا ملعقة صغيرة بتحطوها بنص كباية مي، اوكي؟ وبتنقعوها 8 ساعات مينيموم، واذا بدكم انقعوها من قبل بيوم، يعني من بالليل الصبح بتقوموا بتعملوا الماسك. انا صراحه نقعتها 8 ساعات بس، طلع لي بهيدا الشكل. طيب لبان الذكر الاصلي، لانه في مغشوش وفي اصلي، للمتابعات الجداد اللي اول مره بيسمعوا هيدا الشيء، انا حاكي اكيد هالموضوع من قبل. للمتابعات الجداد انتبهوا من العطار يغشكم. لبان الذكر الاصلي بيطلع لونه ابيض بعد النقع، يعني بصير وين الملعقه لحظه، ايه بصير مثل الحليب، شفتوا هيدا لونه، وكل ما بتنقعوه اكثر بيبيض اللون اكيد، وهيك بصير يعني لونه ابيض بعد النقع بصير. انتبهوا ما تنغشوا لانه بالسوق في كثير مغشوش. المغشوش اول شيء ما بتصير المي بيضة، بتضلها مثل ما هي المي، يعني بيعتبر مغشوش. وانتم شو تعملوا اذا قالكم هيدا اصلي وهيك؟ ما تجيبوا كميات كبيره، يعني جيبوا كميه صغيره، اذا جربتوه بالبيت وزبط رجعوا روحوا جيبوا كميه ثانيه. هلا اول ماسك بدنا نساوي، بدنا نساوي ماسك لبان الذكر. بدي احط ملعقتين من الالوفيرا جيل، ملعقتين صغار اكيد، وبدي احط فوق منهم ثلاث ملاعق من مية لبان الذكر، يعني من تونر لبان الذكر ثلاث ملاعق. وبدي اكيد اخلطهم
ضلني عم بخلطه ليتجانسوا كتير منيح. واذا قدرتوا يصير عندكم مثل الجل، بس اكيد ما حيكون جل كتير سميك يعني جامد، لا، بس قد ما خلطته قد ما جمد عندكم بدي اخلطهم. في نقطة مهمة، اذا انتم عم تعملوا هيدا الماسك ما تحطوا اول شيء الملعقة بالمي، تشيلوا يعني مية لبان الذكر، ترجعوا تحطوها بالالوفيرا جيل. انتبهوا ما بيسوى يجي مي لقلبه، جربوا شيلوا الالوفيرا جيل اول شيء، ولما تخلصوا منه اكيد سكروا بترجعوا بتشيلوا التونر تبع لبان الذكر. هيدا خلصنا منه هلا مبدئيا احسن ما يفوت عليه اي مي. بدي ضلني اخلط اكيد، يعني اسهل من هيك ما في. طيب هلا انا عملته من دون زيت عطري، اذا انتو بتحبوا تحطوا زيت عطري، انا صراحه ما لقيته يعني كتير انه بيعطي فايده. هلا هو بيعطي فايده زيت العطري تبع لبان الذكر، فيكم تحطوا نقطه واحده او نقطتين، انا ما بحاجه هالقد يعني ما عندي هالتجاعيد انه كتير قويه، لا تجاعيد ناعمه كتير خفيفه كتير ما بتبين، بس اكيد طالما عم نحافظ على حالنا وهيك بخفوا كتير مع الوقت. فاللي عندها تجاعيد زايدة يعني هي فوق 55 او 55 فيها تحط نقطتين من زيت لبان الذكر تيعطيها نتيجة احلى. اوكي؟ يعني شغلة هينة وسهلة. هلا فاجيكم الشكل النهائي كيف طلع عندي. وهلا من بعد ما خفقتهم كتير بالخفاقة طلعوا عندي بهيدا الشكل. شفتوا؟ جل كتير حلو، لازم ينخفق كتير منيح، واكيد لحطه هلا بالمرتبين. هيدي الكمية اكيد بتكفيكم يومين، اكيد بينحفظ بالبراد لانه في مي. وإذا بدكم تعملوا كمية أكبر من هيك بينحفظ بالبراد مدة أسبوع، يعني مشان ما كل يوم تقعدوا تعملوا كذا، فيكم تعملوهم بمرتبين لمدة أسبوع وتحطوهم بالبراد، كل يوم بتاخدوا بس حاجتكم بتحطوا على وشكم بترجعوا بترجعوا. فهيدي الكمية اللي اليوم عملناها بتكفي مرتين، بيندهن على الوجه كاملا وعلى الرقبة، الوجه والرقبة كلياتها. وشو بتعملوا بعدين؟ بتتركوه 20 دقيقة على وجهكم لنص ساعة. وأنا عندي مثل ما شفتوا هيدول الفيس رولر اللي ما بستغني عنهم أبدا صراحة، من بعد الـ 20 minutes أو من بعد الـ 20 دقيقة بتجيبوا الفيس رولر بتبلشوا بتبرموها على وجهكم من منطقة العيون، يعني بتطلعوا من تحت العيون وبتسحبوها لفوق على الجبين، يعني بتعملوا مثل كأنكم عم تعملوا عملية شد للبشرة. أوكي؟ الخدود، حوالين التم، الجبين كلياته طلوع، يعني كأنكم أنتوا من العين من طرف من أول العين يعني من مطبع العين لفوق لمنطقة الحاجب لفوق. هيدي بتعطيكم عن جد شد حلو كتير، وأنا مجربتها واليوم سويتها كمان رائعة يعني مع ماسك لبان الذكر. وأكيد من بعدها بتغسلوا وجهكم بالمية الدافية وترجعوا بالمية الباردة وبتنشفوا وبتحطوا أي مرطب بناسب بشرتكم وشوفوا بقى الجمال. ما بخبركم يعني قديه عن جد بتحسوا وجهكم غير، يعني أنا هلأ بس خلصت رحت عن جوزي قلت له شوف فارق شي عليك. صار يضحك قال لي عن جد في بريق، الوجه في بريق بيطلع، فلازم تجربوه صبايا. أما بالنسبة للماسك الثاني اللي هو ماسك الزعفران، ما بخبركم عن ماسك الزعفران قدي حلو للبشرة وخاصة للوجه. عندي أنا هون زعفران شريتهم جديد، شريت 3 علب منهم، بيجوا بهيدي العلبة زعفران طبيعي. اوكي شو عملت؟ حطيت هيك مسكت باصبعي شوي هيك ورشيت، يعني بيطلعوا ربع ملعقة تقريبا، حطيتهم على نص كوب مي. فيكم كمان تحطوهم على مي ورد، يعني فيكم تحطوهم على نص كوب مي ورد. اوكي حتى كمان لبان الذكر اذا ما بدكم تحطوا مي عادية فيكم تحطوا مي ورد، بس اللي بشرتها حساسة وهيك ما بتتقبل مية الورد خليها مي عادية. فحطيتهم على نص كوب مي
ونقعتهم تقريبا ساعتين، ما بدهم كتير هيدولي. المي كانت فاترة منا باردة، بس لبان الذكر المي كانت باردة عادية يعني. اوكي، فشو بنعمل هلا؟ مثل العادة بناخد، رح شوف وين حطيت الجيل هون. اوكي، بدي اخد ملعقتين اكيد من الملعقة ناشفة، انتبهوا صوايا، ملعقتين من الالوفيرا جيل، ملعقتين صغار. اوكي صبايا، شوفوا لي الصوت منيح، ما باركتوا لي، جبت ميكروفون. هلا انتوا اذا الصوت منيح خبروني. اوكي اوكي، لكن حطينا ملعقتين جيل، وبدي احط فوق منهم ثلاث ملاعق زعفران. طلع هيدول الشعر تبعول الزعفران، ما طلع مش مشكلة، كتير منيح. واحدة، اثنين، ثلاثة، وبدي اكيد اخفقهم كتير منيح تا يصير عندي الجيل شوي منه رخو يعني سميك. ليك لونه شو حلو عن جد، هيدا بسموه الذهب الاصفر هيك شيء الزعفران، هيك سمعت انا. يا الله شو حلو هيدا، بجنن. ليكو كيف المي تبعيت الزعفران مع الجيل مسكت يعني جمدت، شفتوا اكثر من مية لبان الذكر. حنخلطهم كثير منيح وبرجع لكم. وهيدا بعد الخلط مثل ما شفتوا، ليك شو حلو عن جد، عن جد الذهب الاصفر ليكو شو حلو، عجبني اكثر من لبان الذكر. هيدا بكرة بنعمله ان شاء الله، رائع عن جد يعني ما بخبركم. هلا طلعت ببالي فكرة سيروم، ما رح اقول لكم عنها هلا، حقلكم شو حاعمل بعدين. سيروم بياخد العقل، وسيروم تجاري بجني، رح اعمل لكم اياه هلا هلا بهالدقيقة طلع معي. اوكي، لكن هيدا خلص هلا، وفيكم تحطوا انتو نقطتين من زيت الزعفران العطري كمان لنتائج احلى. رح نحطه بالمرتبان، وبهيك بكون صار جاي جاي جاهز 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 عنا. ليكو شو حلو هيدا، خطير. لا عن جد هيدا خطير. صار عنا اثنين سيروم، بعد في الاخير هلا، واخر سيروم عنا هو سيروم البودرة الرمان، كشور الرمان، بودرة كشور الرمان. بتجي بهيدا الشكل، صراحة أنا شريتها جاهزة ما عملتها بالبيت، بتجي بهيدا الشكل. فيكن أنتو تجففوا كشور الرمان بالبيت، تجففوا يعني تقشروا الرمانة، تشيلوا منها هيدول اللب من جوا، تخلوا القشرة بس قد ما فيكن تشيلوا من اللب، يعني ما ضروري تشيلوا كله. القشرة بتحطوها بالشمس لمدة يومين ثلاث ايام، او لتنشف على الاخير ترجعوا بتطحنوها، شيء سهل كثير وهين كثير. انا كسلانة بعرف حالي، بقوم اذا رحت عند العطار سالته في عندك قشور رمان؟ قال لي ايه، فجبت. هلا اذا ما عنده بدي اضطر اعملها بالبيت. طيب، فهلا بنحط اكيد ملعقة ناشفة، بنحط ملعقتين من جيل الالوفيرا، وبدنا نحط، لجيب كلينكس لحظة، وبدي حط كمان ثلاث ملاعق من هيدول، ملعقة صغيرة أكيد من كشور الرمان نقعتها بنص كباية مي، يعني مثل لبان الذكر ومثل الزعفران، بدنا نحط أكيد ثلاث ملاعق. أكيد كشور الرمان رجعت صفيتهم أنا قبل ما احطهم بالالوفيرا، هنخفقهم كتير منيح وارجع لكم. وهيدول ماسكاتنا الثلاثه صاروا جاهزين، هيدا ماسك الرمان، هيدا ماسك لبان الذكر، والماسك الثالث اللي وقعت بحبه وغرامه اللي هو ماسك الزعفران. اوكي، هلا لخبركم عن اول ماسك اللي هو لبان الذكر. اول شيء مثل ما بتعرفوا كلكم، اذا حدا قاري عن لبان الذكر قد ايه مفيد للبشره، وبيعتبر انه بوتوكس طبيعي بشد البشره بشكل كتير حلو، بيستعملوه كتير ل
يعني اللي ما بدها تروح عند حكمة تجميل بدها تعالج تجاعي طبيعيا فبتستعمله. تاني شيء بيأشر خلايا الجلد الميت وبيجددها وبيساعد على تبييض وتفتيح البشرة، بيعالج البشرة من الإسمرار اللي بتسببه التعرض المباشر لأشعة الشمس، بيساهم في تبييض المناطق الحساسة. بس أنا دايما بنصحكم إنه ما تحطوا هيك شغلات على المناطق الحساسة. بيعالج الإسودات حول التم والعينين، يعني إذا عندكم هالات سوداء إسودات تحت العيون بيعالجهم أكيد، وإسودات حوالين التم كمان بيعالجهم. أما كريم الزعفران اللي بياخد العقل، أول شيء تفتيح لون البشرة، بيعالج البقع الداكنة وعلامات التقدم بالعمر، معالجة مشاكل حب الشباب. ليكم الا ثلاث فوائد كثير منا بيبحث عنهم هيدول القصص، لانه بياثروا على جمال الشخص. يعني انا لما بيكون في حب بوجهي او هيدا بتلاقوني بضلني مضايقه، عرفتوا؟ اللي بدي اعمل اي شيء لتروح الحبه من وجهي. فماسك الزعفران بياخذ العقل، ومثل ما قلت لكم بيعالج حب الشباب، كمان علامات التقدم بالعمر، البقعه الداكنه، وبفتح لون البشره. ثلاث شغلات كثير حلوين. أما ماسك الرمان هو بيكون مرطب طبيعي للبشرة، لأنه قشر الرمان بيحتوي على حمض الإيلاجيك اللي بيساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والضرر، يعني بيحمي البشرة من الضرر اللي بيتسبب لها، فكمان كتير مهم. ثلاث ماسكات بياخدوا العقل، مثل ما قلت لكم حأرجع عيد إنه هيدول كيف بينحطوا. بينحطوا بفرشاية على الوجه، بيندهن الوجه كلياته مع الرقبة، وبينترك تلت ساعة، وبترجعوا بتقوموا بتغسلوا بمي فاترة وبعدين بمي باردة، وبتحطوا الكريم المرطب. إذا ما عندكم هيدي الرولر مش مشكلة أبدا، وإذا عندكم إياها بيكون كتير منيح من بعد ما بيمرق تلت ساعة عن الماسك. كمان مثل ما قلت لكم شرحت أوريدي بالفيديو، بتعملوها هيدي الطريقة وبعدين بترجعوا بتغسلوا الوجه بالمي الفاترة وبالمي الباردة. بس عن جد هيدي بتنفع كتير ومنها غالية، يعني هيدي الرولر منها غالية، بتلاقوها وين ما كان. أمراض بحطوها بالسوبر ماركت، بالصيدلية، بمحلات التجميل، حتى أونلاين في منها. أنا جبت هيدي فرجيتكم إياها هيديك المرة، هيدي على الكهرباء، مش على الكهرباء، على البطارية، سامعين؟ بتعمل زبزبات، يعني هيدي تاخد العقل. هيدي اكيد اغلى من هيديك، بس ما بحاجه تجيبوا منها، يعني هيدي بتكفيكم. اوكي، بس انا هيك بحب اتفنطز شوي فجبت هيدي. بنحتفظ فيهم بالبراد مده اسبوع، وبعدين اكيد بتكبوهم اذا ما استعملتوهم. مشان هيك اعملوا كميات صغيره، صبايا اعملوا كميات صغيره مشان ما تكبوا المنتج يعني. واذا مشان هيدول المي فيكم تحطوا نص ملعقه وربع ملعقه، ربع كبايه مي، يعني ما تكتروا هالقد مثل ما انا عملت. بس انا هيدا صراحه بحطه هلا بقنينه، بستعمله كتونر للوجه، كل ما يعني على الرايح والجاي بتص وجهي بلبان الذكر، ما في شيء بيروح ديعان، يعني بضلني بسوي كريمات فيهم او اي شيء. لهون بكون خلص الفيديو، هلا بتشوفوه بالشكل النهائي. وهيدا الشكل النهائي لماسكتنا لليوم، ماسك لبان الذكر، وماسك الزعفران، وماسك الرمان. مثل ما شفتوا كل واحد له فايده مختلفه عن الثانيه، فوائدهم اكيد كثيره. بتمنى تجربوهم تشوفوا قد ايه بيعطوا افاده على البشره. اذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير، وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. ميرسي.